قال الإمام المحلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ولو رعف 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 الإمام المسافر، وهي مثلثة العين والأفصح الفتح، يبقى ولو رعف، ولذلك هو ضبطها في الكتاب على رعف. لماذا؟ لأنها الأفصح. رعف يعني إيه؟ الرعف أن هو يخرج دم من أنفه، يعني ولو خرج دم من أنفه اللي هو مين؟ الإمام المسافر. أو أحدث واستخلف متما من المقتدين أو غيرهم، أتم المقتدون المسافرون، لأنهم مقتدون بالخليفة حكما بدليل أن سهوه يلحقهم. المسألة سهلة، صورتها بسيطة. أنا بصلي خلف أخونا أسد وأنا مسافر وهو مسافر، فأخونا أسد لا قدر الله ذلك رعف، خرج دم من أنفه، فخرج حتى يغسل الدم ويغسل هذا المكان ويرجع، لأن الرعاف ده ليس ناقضا للوضوء، وإنما هو نجس ويبطل الصلاة إذا كان كثيرا وإذا بضوابط معينة، لكن له رعف وخرج. والإمام مسافر والمأموم كذلك مسافر، والمأموم قاصر والإمام قاصر، أو المأموم قاصر والإمام قاصر والإمام أحدث أخرج ريح فخرج، وقبل أن يخرج ويذهب ليتوضأ أو يغسل موضع الدم استخلف أحدا، يعني طلب من المأمومين أن يقوم مقامه، وهذا الذي استخلفه متم الصلاة سواء كان مقيم أو كان مسافر نوى الإتمام. المأموم بقى الذي كان خلف الإمام الذي كان قاصرا ثم بعد ذلك رزق بإمام متم، يتم أم يقصر؟ لا يتم. ليه؟ لأنه تابع للإمام الخليفة، الإمام الأول انتهت إمامته وجاء الإمام الثاني والإمام الثاني متم، فينبغي أن يتم كما يتم الإمام الثاني، فهو تابع للثاني لا للأول. يبقى التبعية ثابتة لمين؟ ثابتة للثاني وهو الخليفة لا الإمام الأول. يبقى هي ثابتة لمين؟ للإمام الثاني. الدليل على ثبوت التبعية للإمام الثاني إن لو الإمام الثاني أحدث اللي هو الخليفة الذي قام مقام الأول، لو أحدث لحقهم الحدث، وهم لو ارتكب سهوا في الصلاة لحقه سهوهم، يعني يتحمل، لو هم سهوا هو يتحمل، ولو هو سهى هم كذلك يتابعونه في سجود السهو، يبقى هذا دليل على أنهم تابعون له لا يتبعون الإمام الأول، إنما الأول خلاص خرج وانتهى ثم جاء الثاني وصار الحكم منكبا عليه هو ده بيحصل. ولو ما حصلش
هذه الأحكام وهذه المسائل لتكوين الذهنية الفقهية. فتكوين الذهن الفقهي ليس شرط فيه أن تكون المسألة حادثة وواقعة، بل يكفي في التكوين الذهن أو التكوين الفقهي للذهنية أن تعرف كيف تتصور وكيف تعدل وكيف تدلل وكيف وكيف وهكذا. فيبقى المسألة هنا إن الإمام رعف والمأموم مسافر قاصر والإمام كذلك مسافر، فاستخلف، لأنه إذا رعف بطلت صلاته برعافه. ليه؟ قالوا لأن ده دم وهذا الدم لا يعفى عنه الذي يخرج من الأنف سواء كان قليلا أو كثيرا لاختلاطه بغيره من الفضلات. لماذا لا يعفى عنه؟ لأنه خارج من الفم والفم معاه فضلات، الفم فيه سائل داخل الفم، فقد اختلط الدم بغيره، لأنه اللي يعفى عنه دم الإنسان من نفسه بشرط ألا يختلط، فهذا قد اختلط فصار غير إيه؟ معفو عنه. متما يبقى استخلفه اللي هو الإمام أو استخلف المأمومون، يا إما اللي هو رايح، يعني أنا كنت بصلي ورانا أخونا أبرار فحدث لي مثل ذلك، فرحت أنا واخد إيد أسد وجعلته يصلي مكان، أو إنه المصلين هم الذين قدموا أسد، أتم المقتدون، أتم المقتدون، أتم معنى إيه؟ يعني أتم يعني وجوبا لزوما، وأنه ما صار كمان خلي بالك ثم لهم أن يتموا وإن لم يرعث، لكن هنا الإتمام واجب. المقتدون الذين يقتدون بهذا الخليفة، المسافرون بخلاف غير المسافرين، والمسافرون إيه كمان؟ المسافرون الذين نووا القصر، لأنه لو مسافر وناوي الإتمام ما فيهوش مشكلة في هذا أنه هو يعني إيه هيتم، لأنهم مقتدون بالخليفة حكما، لأنهم اللي هم المقتدون المسافرون مقتدون بالخليفة الذي استخلفه الإمام أو استخلفه المأمومون حكما، يعني في الأحكام بدليل. يبقى ما هو الدليل على أنهم مقتدون بالخليفة حكما؟ قال أن سهوه، يعني هو لو سهى يلحقه، وهم يتحملون سهوه، وهو يتحمل سهوهم. فهمنا؟ شوف فرع يعني كلام. ليه؟ لأنه ممكن بعض الناس يظن أنه العبرة بإيه؟ العبرة بالأول لا بالثاني، فأراد أن يبين أن العبرة وأن الأحكام تابعة للخليفة لا للمستخلف أو لا للإمام الأول. الإمام الأول لو لم يرعف لا صح القصر، الإمام الأول لو لم يحدث صح القصر، ما في مانع. طيب لو أحدث الثاني ودخل إمام سافر ستغير النية، فهنا أخونا بيقول حاجة حلوة، هو الإمام أولا كان مسافر وقاصر، يعرفوا منين؟ هم معاهم في الرفقة، طلعت أنا وأسد والمجموعة دي كلها، طلعنا كده مثلا زيارة لسيدي أبي الحسن الشاذلي، واخد بال حضرتك في حميصراء البحر الأحمر، وأنا زرته في 2010، واخد بالك؟ لأنه كنت يعني في مرسى علم، وبعد كده الحمد لله ربنا أخضرنا ورحنا لسيدي أبو الحسن صلينا الجمعة هناك، فطلعنا كلنا
واخد بالك؟ وانا بصلي امام كالعاده خرجت الرياح واحنا قاصرين، فرحنا مستخلفين الواد زيد ده حلو بيقرا كويس واخد بالك، وامام امام يعني. فالمهم ان اخونا زيد كمان كان ايه؟ كان متم. عرفنا متم منين؟ واخد بال حضرتك؟ هو قال انا اخوانا هتم الصلاه. فالمهم احنا بقى الدور علينا هنعمل ايه؟ اول ما دخل اخونا زيد وجب علينا ان نتم الصلاه. افرض بقى ان اخونا زيد احدث راخ صوره اخونا طه ومشي، وجه طه مكان، وعارفين ان طه قاصر. ها شفت بقى دي حته حلوه بقى دلوقتي. طه نقصر ام نتم؟ ده سؤال وانا عندي الحكم. بس اصبر يا اسد، يا اسد اصبر. حلو كده؟ الاجابه ايه بقى؟ انا لا اجاوب. سؤال موجه ليا مش ليك انت. النوبه اللي فاتت اجبت على سؤال الواد ده، وانا الى الان مش فاهم سؤاله ايه. واخد بالك؟ وهو بخل ان يفهمني سؤاله. واخد بال حضرتك؟ وصار غير شيخه احب اليه من شيخه. فماشي، ما فيش مانع. الإجابة إنه هيتم يا عم الشيخ. ليه؟ لأنه لما دخل الإمام رقم 2 كان متم، فلزمان الإتمام. ولما دخل الثاني وهو قاصر لا، يبقى عبادة اجتمع فيها إيه؟ اجتمع فيها الحضر والسفر، فيغلب الحضر على السفر، فهيغلب الإقامة الحاصلة من رقم 2 على السفر الحاصل من رقم 1 ورقم 3. عارف لو افترضنا ان هذه الصلاة تتابع فيها 50 إمام بالاستخلاف و49 منهم قاصرون وإمام واحد فقط متم، المأمومون يتمون. حلوة؟ تغليبا ليه مولانا؟ تغليبا للإتمام على القصر، لأن الإتمام هو الأصل. ناقش، عايز تناقش ناقش، ما في مشكلة. اي حاجة. بص يا اسد، الرفع والنصب منك له توجيه، فاسأل. فليس القاصر كالمقيم. هتقول لي سجع كسجع الكهان كما في الحديث. طبعا خلاص هو ملزم لا، ما هو خلي بالك هو ملزم بالتاني. طب ما هو جه التالت والتالت قاصر. لا، ما هو حصل انه في اثناء الصلاه وجب الاتمام. اتباعه من اول ما صار اماما وانا ماموما تبعته. لا خلاص، اصل هو استخلاف معناه ايه؟ معناه انه الثاني قائم مقام الاول ليس من كل وجه، يعني مش ينبغي علي ان انوي امامه اخرى، ليس يجب علي ان انوي الجماعه، لانني نويت الجماعه في اول الصلاه، وهذا قد حصل فيه استخلاف، ولذلك ده مش انشاء جماعه جديده، وإنما هو استمرار في الجماعة القديمة، لكن ذهب إمام وجاء إمام، ولذلك سمي استخلاف، طلب أن يخلف هذا ذاك، ولذلك لا يكون استمراري في الجماعة لا مكروه ولا خلاف الأولى، بخلاف ما إذا أنشأت أنا في أثناء الصلاة الجماعة.
ولذلك افهم ان هناك فرق ما بين الاستخلاف في هذه الصورة وما بين انشاء جماعة اخرى. فهمنا؟ حلو. السؤال بتاع الواد ده حلو. لا ما يشترطش فيها. ده بنقول عليه ايه؟ استخلاف. يعني هذا خليفة. والخليفة معنى ايه؟ انه قائم مقامه. لكن مش في كل صور، كل وجه. قائم مقامه ليس من كل وجه. بدليل انه انا، ولذلك هو نبه على المسألة دي ليه؟ عشان مسألة الايه؟ انه هو مقام الاول. وما دام مقام الاول ينبغي ان يكون القصر صحيح. لا، ليست الخلافة من كل وجه يا أخي. لابد من نفس المأموم. إيه هي اللي لابد منه في المأموم؟ من نفس المأموم، يعني هو يتبع الإمام أولا. افرض إن أنا عايز أخرج، ما هو أنا بقى في الخلافة هنا، عايز أخرج من الصلاة بنوي الخروج. راجل تاني يطلع من جاي من بره صار إماما. أي ماشي، صار إماما. أنا بقى المأموم ينبغي علي اني انا ما اخرجش من الجماعه الا بالنيه. لا اخرج من الجماعه الا بنيه المفارقه. ده بقول لك ده مكان ده خليفه لده. قال يا أسد، أنت متعب يا أسد. ماشي. الإمام الثاني هل هو يرث ما يجبر سهو من الأرض؟ لا ما بيرث، لأن ما فيهوش أسباب الميراث ولا شروط الميراث يا شيخ. ما بيرث. كلامك حلو، ولكن أنا هقول لك حاجة. احنا دلوقتي بنتكلم على الخليفة في نقطة معينة، اما بقى احكام الاستخلاف يأتي الكلام عليها في باب صلاة الجمعة، يعني تعلو كثير وهناك يذكر، لانه الجماعة واجبة ويحصل فيها استخلاف لا شك. فهناك بقى نتكلم على احكام الاستخلاف، اما هنا بقى بنتكلم على جزء من الاستخلاف. بالك؟ طيب، لكن سؤالك حلو يا أسد. قول يا عم الشيخ. هل يجوز له المفارقة حتى يقصر؟ مين؟ المفارقة حتى أخونا بيسأل سؤال حلو. بيقول أنا الآن وجدت الإمام خرج بسبب الرعاف او بسبب الحدث، فانا عايز اكمل، اقتصر على نفسي واكمل القصر، جائز. طب ولو من اجل القصر؟ جائز. طب ولو من اجل غير القصر؟ جائز. مش مانع. وسؤالك طيب، سؤالك زيك كده. النهارده العيد بقى ولا امتى العيد؟ ها؟ آه. كيف هو ينوي المفارقه مع الامام قد بطل؟ ايه ده؟ سؤال؟ اكثر الله المال. لا مش معفو عنه يا مولانا. هل الامام النووي ذهب الى ان الرعاف معفو عنه؟ ما المختار او المعتمد؟ المعتمد في المذهب ان الرعاف مبطل للصلاه، سواء نزل معه دم كثير او دم قليل. ليه؟ لانه بيختلط بغيره. رقم اثنين، لانه يمكن الاحتراز عنه. مين؟ انا بقول لحضرتك المحل بيقول لك اهو لا يعفى لبطلان صلاته برعافه، لانه لا يعفى عنه سواء اكان قليلا ام كثيرا، لاختلاطه بغيره من الفضلات مع ندرته، فلا يشق الاحتراز عنه.
طيب انا منقل لك الكلام. طب ابن حجر بيقول، ونقول له طب ماشي ابن حجر، والتاني يقول طب الرمل بيقول حاضر، طب والتاني الخطيب بيقول، طب والخام، مش هنخلص. خد اللي انا بقى بنقله لك ده، ولو في حاجه تانية شوف ايه المعتمد عندك فيها، لكن انا قلت لك اللي عندي. وابن حجر قال بقى كده فين؟ قال ايه القليوبي؟ انا ناقل كلام غير القليوبي، خلي بالك. ماذا قال؟ وإن قل رعى، لأن الدم المنافس، لأن الدم المنافس غير معفو عنه عند، لأن بيقول لك وإن قل، ده شكل القليوبي معانا في الآخر هنضربك يا عند شيخنا الرملي. لا انزل هات هات من الاول، ما تقراش كده القرايه المحيله دي، بلاش مكر المصريين ده، بيتماكر في القرايه، عايز يجيب الحته اللي يدلس علينا بيها. هات يا ابن القليوبي فين؟ قوله استنى، هات يا هات القليوبي ده، مش ده القليوبي؟ هات هرجع لك الكتاب تاني ما تخافش، هات اصل انا بقى هضربك على الهوا. بيقول لك ايه؟ وان قل لأن دم المنافذ غير معفو عنه عند شيخنا الرملي مطلقا، يبقى أنا رملي. وخالفه ابن حجر في القليل لأن اختلاطه بالأجنبي ضروري، ضروري هنا. أنا ناقل من الرملي وماشي مع الرملي، واخد بال حضرتك، وذكرت رد كمان على ابن حجر، وانا نائل من الرمل. فيجي واحد يقول لك طب ما اكتب له ورقه كده عشان انا شفتها في القليوبي. طب ما انا شفتها قبلك في القليوبي بس ما نقلتهاش، ورحت نائل من الرمل، والرمل ماشي مع الخطيب. قال يا ابني الخطيب عندك، امسك الدين. قال يا ابني الخطيب عندك يا مهدي، اقرا يا مهدي، كل حاجه هعملها انا، اقرا يا مهدي. قال ايه عندك؟ ولو ضعف الامام المسافر اي سال من انفه دم او احدث وسال. الله، شوف شوف، انا احب الخطيب في ايه؟ انه بيوضح المفاهيم. رعف سال من انفه دم، ما قالش بقى حكم الرعاف ايه، ما ذكرش. ماشي، هو الرمل بيقول ان هو مبطل سواء كان كثيرا او قليلا. وذكر ايه؟ قال ايه؟ ماشي، بيذكر كلامه، لكن هو المعتمد في المذهب انه غير معفو عنه. طيب بعد كده قال لي بقى، وكذا لو عاد الامام واقتدى به يلزمه الاتمام. وكذا لو عاد الامام، صورتها ايه بقى؟ إن الإمام هيعود، حلو كده؟ والخليفة هيرجع، والإمام هو سيكون مستخلف جديد، حلو كده؟ يبقى المأموم في الحالة دي يلزمه الإتمام، حتى وإن كان الإمام في هذه الصورة الذي عاد ثانية إلى الإمامة باستخلاف جديد. أنا متصور كده يعني، حتى ولو كان الإمام قاصر، أنا بقى كمأموم، لا كمأموم هتتم. لماذا؟ لأنني قد اقتديت في جزء من صلاتي بمتم، فيلزمني الإتمام. وده اللي احنا قلناه لأخونا طه في هذا الفرع الذي سأل عنه. ممكن تقول العبارة كده، وكذا لو عاد الإمام واقتدى
به واقتدى به. لا يبقى كده بقى اقتدى الامام بالخليفه. الامام الاول عاد الى الصلاه، بس الصوره الاولانيه صح، واقتدى الامام بالخليفه. واقتدى به، واقتدى الامام به اي بالخليفه. الامام يعني الامام الاول، يلزمه اللي هو الامام الاول الاتمام، يعني يجب عليه الاتمام. لماذا؟ لانه قد اقتدى بمتم في جزء من صلاته فلزمه الاتمام. وكذا لو عاد الإمام، عاد الإمام واقتدى الإمام به أي بالخليفة. لا خليك معايا، احنا عندنا صورتين، الصورة دي صح في الحكم والصورة دي صح، لكن هنا في الكتاب أراد بها إيه؟ وكذا لو عاد الإمام، ماشي كده؟ عاد الإمام اللي هو الإمام الأول، واقتدى به. الضمير المرفوع عائد لمين؟ للإمام المتحدث عنه، يعني اقتدى الإمام به أي بالخليفة، ما عملش استخلاف تاني، لم يستخلف استخلافا جديدا، وإلا لقد استخلف. الصورة دي واضحة. إيه؟ عاد يعني ذهب غسل أنفه وتخلص من الدم الذي نجس يعني بدنه في الرعاف، أو توضأ في صورة الحدث وعاد إلى محل الصلاة. وهو إمام. هو إمام باعتبار مكان. أطلق عليه الإمام مجازا، باعتبار أنه كان قبل ما يحدث له هذا إمام، فأطلق عليه الإمام مجازا باعتبار ما كان. واقتدى، الضمير المرفوع عائد لإيه؟ للإمام. أنا عارفك ممكن يكون لك كلام تاني، بس نفهم واحدة واحدة. به أي بالخليفة، يلزمه اللي هو مين؟ اللي هو الإتمام، الإمام الإتمام. لماذا؟ لأن الإمام اقتدى بمتم. عارف لو الإمام، لو الإمام ده رجع وكان هو يبقى إمام كان قصر. ثواني، لا مش عبارات، ثواني بس، لا كذا ولا ماذا، افهم بس واحدة واحدة وقول اللي انت عايزه. انا دلوقتي كنت امام في الاول، هقول لك وجهة نظري وابقى اقول اللي عندك، واخد بالك، انت وانت ونقول كلنا ونفهم والدنيا تبقى حلوة، واخد بالك. ما تجيبوش تاني بقى برتقال، لان انا خلاص امتلأت من البرتقال حتى صارت يعني ايه، حديقة برتقال. حلو البرتقال ده فريش. فيقول لك وكذا لو عاد، مين اللي عاد؟ الإمام الأول عاد إلى محل الصلاة، واقتدى يعني واقتدى الإمام الأول به أي بالخليفة، يلزمه اللي هو الإمام الأول الإتمام. لأن الخليفة خلي بالك إنه هو متم، فقد اقتدى الإمام الأول في جزء من صلاته بمتم، فلزمه الإتمام. أنا فاهمها كده. يلا بقى نقول الوش الثاني، وش يعني الوجه الآخر، إنه الإمام متوضأ في مسألة الحدث، أو طهر بدنه في مسألة الرعاف، وغسل وجاء إلى محل الصلاة، وهو صار إماما، يعني الخليفة خلي بالك خرج من الصلاة،
او هو اصل الخليفه يعني ممكن يستخلف هذا، بس الاستخلاف ده انما يكون لسبب، لعذر، مش لعبه، مش في اول ده ركعه عجبنا اخونا طه هنخليه خليفه، الركعه الثانيه لا ما عجبناش يلا طه ارجع وندخل زيد، لا مش لعبه. الاستخلاف انما يكون لحاجه. خلينا نقول ان الخليفه حدث له ما حدث وذهب من الصلاه واستخلف هذا الامام الاول، المنع ان الامام هنا يقصر، انا ماليش علاقه بالمأموم. لا الاستخلاف مش لابد ان هو يكون وراه في الصلاه، ده ممكن انا استخلف حد جديد تعالى اجره كده ويصلي، فما ينفعش. ينفع انه يستخلفه، لكن في الحاله دي الامام له ان يقصر. لا ما هو انا الامام اتوضا، الامام الاول اتوضا وعاد، والامام الثاني حدث له عذر فاستخلف الاول، والاول وقف في الامامه معايا كده، يقصر ام يتم؟ لو نوى القصر يقصر، اه يقصر. المأمومين دي قضية تانية هيتم بقى، زي ما انا قلت لك الفكرة ايه، ان المأموم قد تم بجزء في من صلاته بمتم فلزمه الاتمام. الامام هنا يجوز ان هو يقصر بلا خلاف، لانه ليس ملزم باتمام احد، ولذلك الصورة الثانية دي ما تنفعش تبقى هي المرادة من المتن. المراد من الشرح الصورة التي ذكرتها لك، إن الإمام الأول توضأ أو غسل يعني نفسه من الدم ثم عاد إلى محل الصلاة واقتدى بالخليفة، ما الحكم فيه؟ هل يلزمه الإتمام؟ ليه؟ لأن الإمام الخليفة متم وأنا سأصلي خلفه جزء من صلاتي وهو متم، فأنا ملزم بالإتمام. ليه؟ لأنني قد اقتديت بمن هو متم في جزء من الصلاة. الصورة الثانية ما تنفعش، الصورة الأولانية دي من الشرح وضحت واستقرت وهي المرادة من الكلام. طب لما النبي يا مولانا فسدت صلاته او بخروج ريح او ما شابه فذهب فتوضا وعاد، مين حدث مع النبي لما؟ لا ده حديث ضعيف، الشافعي بيقول في القديم حديث ضعيف وضعفه الشافعية مولانا، ده ضعيف كم ده مردود. طب بالنسبة للمسألة بتاعتنا احنا، لو الإمام عرف في صلاته أرعف عمل اي حاجه اي حاجه رع فرع فرعي زي ما انت عايز، يجوز له ان يعود الى الامامه كما قلت يعني، يستخلف استخلاف جديد بعذر وبسبب، كان يكون الامام الثاني معذور ويستخلف هذا الامام، بس مش مشكله. لكن اول ما يشوفه تعالى اتفضل مكاني، واخد بال حضرتك؟ لا. طب افرض بقى ان هو الامام الاول لما رعف او احدث استخلف قاصرا قصر، او هو ما استخلفش لكن هم استخلفوا شخصا قاصرا معهم من الرفقه قصر، او لم يستخلفوا احدا وكل اتم صلاته مع نفسه، ما فيش مانع يكملوا قصر وهكذا. يبقى هي الفكرة ايه؟ ان في اثناء الصلاة ينبغي الا تعرض الاقامة، الاتمام مش الاقامة، ينبغي الا تعرض الاقامة سواء عرضت باي صورة من الصور بنفسه او بغيره. بعد كده قال بقى ولزم الائتمام مقتديا كما تقدم، ففسدت صلاته او صلاه امامه او بان امامه محدثا اتم
لأنه التزم الإتمام بالاقتداء وما ذكر لا يدفعه. هنا بقى مسألة يعني إيه دقيقة قوي، وأنا بقرأها شعرت بأنها يعني إيه عصية الفهم، مش علي الحمد لله لأن الله فتح علي فيها. لكن هي القضية إيه؟ إنه هو دخل الصلاة الإمام وأنا صليت خلفه، وهي صورتين، في صورتين. أول حاجة إنه هو دخل الصلاة ثم فسدت صلاته في الأثناء وذهب يتوضأ ثم عاد، هل يتم أم يقصر؟ والثاني الصلاة لم تنعقد في البداية، يعني الله أكبر، وكان في هذه الحالة هناك مانع يمنع من انعقاد الصلاة، فإذا أراد أن يصلي ثانية هل يقصر أو لا؟ هو هنا بيتكلم عن هذه الفكرة، بيقول ولزم الإتمام، ولو لزم الإتمام مقتديا، لزم الإتمام مقتديا، يعني المقتدي اللي هو ايه؟ المأموم. لزم المأموم الإتمام. حلو كده؟ يعني أنا دخلت الصلاة، أهو أشرحها لكم من هنا. أنا دخلت الصلاة، واخد بال حضرتك، وحصل إن أنا صليت خلف أخونا زيد، وزيد كان متما، وأنا مسافر، ولي أن أقصر، ولكن صليت خلف أخونا زيد. ففسدت صلاتي فذهبت وتوضأت. حلو كده؟ هنا في هذه الحالة أتم أم أقصر؟ لا، قلت تم، لأنه يجب الإتمام على مأموم دخل الصلاة فلزمه الإتمام ثم فسدت صلاته فأعادها، قال يعيدها تماما لا يقصر. حلو كده يا مشايخ؟ حلو. ففسدت صلاته، ادي واحد. رقم اثنين، صلاتي ما فسدتش، لا صلاة الامام هي اللي فسدت، الامام ها لزمه الاتمام فلزمني، خرج الامام ينبغي علي ان اتم، أو إن الإمام بان محدثا بعد ما صلينا. خلي بال حضرتك، الإمام ظهر لنا أنه محدث، وجب علي الإتمام حينئذ. ليه؟ قال لأنه التزم الإتمام بأي لازم من لوازم الإتمام، لأنه اللي هو مين؟ المقتدي، التزم الإتمام بالاقتداء أي بسبب الاقتداء. وما ذكر، وما ذكر اللي هو إيه بقى؟ فساد صلاته أو فساد صلاة إمام أو بيان إن الإمام كان محدث لا يدفعه، لا يدفعه يعني لا يدفع الإتمام. ناخد من هنا ان من لزمه الاتمام ينبغي عليه ان يفعل ما لزمه. كلام جميل. يقول لك ولو لزم الاتمام مقتديا كما تقدم ففسدت صلاته، كان بيصلي مأموم خلف متم فسدت صلاته هو، يعيدها تام لأنه قد التزم الإتمام، كأنه نظر الإتمام، قال لله علي مثلا أن أتمها، واجب عليه أن يتم.
او ان صلاة امامي فسدت بعد ما لزمان الاتمام اتممت، او اني انا صليت خلف الامام المحدث، اخبر حضرتك، ونويت الاتمام فبان انه محدث، ينبغي علي الاتمام. طب لو لم تنعقد الصلاة، يعني صليت خلف شخص فبان أنه كافر، لم تنعقد، حينئذ ولزمني إني أنا أصليها مرة أخرى، ولكن في هذه الحالة لي أن أقصر. ولذلك قالوا خرج بفسدت صلاته ما لو بان عدم انعقادها. لا، ده ما انعقدتش. ازاي؟ لان حضرته ما كانش متوضي. شفت كده اخونا ابرار بيصلي، واخد بال حضرتك، فدخلت صليت وراه، قلت الله اكبر، وبعد ما صليت نويت ان انا اتم، او كان ابرار متم، فافتكرت ايه ده، ده انا دخلت الحمام في الرواق الجاوي وقضيت حاجاتي وما توضتش، لان كان الشيخ بيخبط على الباب ومحتاج يتوضا. اتوضا قبل شيخي؟ هذا سوء ادب. فيجي واحد يقول لك لا اثاره في القربات. لا، الادب يا ابني مقدم، خد بالك، لانه ايضا من القربات. ايوه، لكن هذه قربة عظيمة، انك انت تهترم شيخك. فدخلت، ده انا ما توضيتش وانا بصلي وراء ابرار، لا اله الا الله، ذهبت وتوضيت. السؤال هنا لما اجي واعيد، هل اعيدها مقصورة ام تامة؟ الا تعيدها مقصورة ان اردت. لماذا؟ قال لانها لم تنعقد فهي كالعدم، لأنها لم تنعقد فيها كالإيه؟ هناك بعض الناس لم يدقق بين فرق ما بين فساد الصلاة وعدم انعقادها، ويظن أن ذلك من فضول العلم، وأن ذلك من حنشصة المتعلمين. لا يا مغفل، دي دقة، ويظهر فيها اختلاف في الأحكام، لأن فسدت معناها أنها انعقدت ثم طرأ عليها ما يؤدي إلى فسادها، لكن لم تنعقد معناها أنها لم تدخل في صلاة أصلا. ولذلك لو قلت إن دخلت في صلاة فأنت طالق لزوجته، طلقت، فيما إذا دخل ففسدت. طيب هو صلى وبنى أنها لم تنعقد، لم تطلق، فهناك فرق، فافهم. فهذا ليس من لا يعني فزلكة المتعلمين ولا من الحنشصة، إنما هو من الدقة في التعامل مع العلم، الدقة في التعامل مع مصطلحات العلماء. طيب، قال النووي صلى الظهر متما. يا سلام، شو بقى ايه متما؟ حال كوني متما. ايه ده؟ ده ايه يا اسد؟ مرة واحدة كده صلى الظهر متما، ده يعني لعل روح يعني سيدنا سيبوي دخلت فيك. انت بتقول بتناسخ الارواح؟ لا والله، ده تناسخ الارواح كفر. انما بنقول يعني ايه، خرج منها شعاع فأصابك في لسانك. ها، صلى الظهر متما ثم وجد جماعة، ما لها؟ يا سلام عليك يا أسد، الله. بس هم نبهوا على مسألة الإعادة دي في الخطيب الشربيني، واخد بالك، هو أراد أن يصلي جماعة معادة،
والإمام قاصر. لا أشوفها لي دي، لأن كان فيها كلام في الخطيب الشربيني نحضره ونقرأه. شوفها لي كده عندك في الخطيب. لا ده أنا كنت نايل فيها كلام، ولكن وما أنسانيه إلا الشيطان، لا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن يجوز للتاني يا مولانا؟ إيه هو؟ ممكن يجوز له القصر مع الإعادة، على اعتبار أنها أصلا جائزة له القصر والإتمام، ولكنه اختار. لا ما هو أنت، هل هي نافلة؟ ما هو أنت هتبنيها على إيه؟ الثانية دي إيه؟ هل الثانية تقع نافلة؟ قيل والنافلة لا تقصر، يبقى لا قصر فيها حينئذ. فكر، ولا الثانية دي هي الفريضة يبقى فيها القصر، ولا يحتسب الله ما شاء منهما فلا قصر. ما انت تفكر بقى، من هنا ينبغي عليك ان تفكر تفكيرا قويما. لو قلت ان هي المعادة نافلة في هذه الحالة لا تقصر لأن النافلة لا قصر فيه، ولو قلت إنها فريضة هي الفريضة الثانية تقع فرضا جازا جريا على سنن الفرض، ولو قلت يحتسب الله منهما ما شاء كما قيل في مذهبنا، يبقى حضرتك في هذه الحالة لا تقصر. لإيه؟ لأنك غير متحقق للسبب، لعلها هي الفرض أو ليست هي الفرض. لكن هو الخطيب ذكر تفصيل فيها، وقلت لك يعني كنت أن أريد أن أنقل هذا ولكنني نسيت. ها اوعى تبص لي كده، انت تجيب لي الكلام، قلت لك هات لي الخطيب تجيب لي الخطيب، لان انا ما اقدرش ان انا اعمل نفسي مجتهد مذهب واقول لك حاجه ويطلع في الخطيب ولا في المغني ولا في النهايه حاجه تانية. بس كلامك في محل يا مولانا. كلام ايه؟ ما انا ذكرت لك ثلاث اسباب. لم يخرج قوله عن قولك يا عم. لان انا ذكرت الاحتمالات العقليه. هات يا مهدي، هات يا مهدي هداك الله. تحت. لا مش هنا. لا هي سبقت. أنا فاكر يا مولانا، أنا فاكر. هي هتلاقي في الأول خالص. هو بيتكلم على الصلوات التي تقصر. وله قصر. ايوه ايوه استنى استنى، ده دي ايه دي؟ مغني عند ايه بالظبط؟ لا كل عند ايه ليه بقى؟ اصل الكتاب ده نسخه قديمه وانا عاشق دي. لا دي مش قديمه، فيحاء ده الحلبي. ها عند ايه بالظبط يا مولانا؟ وله قصر المعادة. إن صلى أولا مقصورة وصلها ثانيا خلف من يصلي مقصورة أو صلها إماما قلت ذلك. طب خد خد بدل لسه ما ندور هنا، هات للضرورة. الضرورة تقدر بقدرها يا أولاد. فين يا مولانا؟ وله قصر المعادة إن صلاها أولا مقصورة وصلاها ثانيا خلف من يصلي مقصورة أو صلاها إماما. قلت ذلك تفقها ولم أرى من تعرض له وهو ظاهر. عارف يعني تفقها؟ يعني حاجة كده هو يعني تفقها من عند نفسه، لا ما شافش حد. بيقول إيه بقى؟ بيقول لك وتعبير الإسنوي بالمقيم في نافلة مثال. لا عايزين تاني فوق. بيقول ولو اقتدى بمتم في الصبح
فإنه وتعبير الإسنوي مثال إذ المقتدي بمسافر في نافلة كذا وله قصرها قصر المعادة إن صلاها أولا مقصورة وصلاها ثانيا خلف من يصلي مقصورة أو صلاها إماما. حلوة اهي. وله قصر الصلاة المعادة إن صلاها أولا مقصورة، يعني لو صلاها مقصورة في الأول يصليها مقصورة في الثاني، وصلاها ثانيا خلف من يصلي مقصورة يبقى له قصر المعادة إن صلاها أولا مقصورة وصلاها ثانيا خلف من يصلي مقصورة أو صلاها إماما. يبقى هو بيقصر المعادة بشروط، إن هو يصلي الأولى مقصورة ويصلي الثانية إذا كان منفرد، أو يصلي الثانية مقصورة إذا كان يصلي خلف من يصلي مقصورة. طب لو صلاها بقى في الأولى تامة يلزمه التمام في الثانية، أو صلاها مقصورة في الأولى وصلى الثانية خلف من يصلي تامة ليس له القصر. مين اللي بيسأل عن السؤال ده؟ أسد؟ سؤالك يا أسد، فين بقى حضرتك؟ النسخة دي بكام النسخة دي؟ هي شكلها حلوة بس ما أخاف منها، لأن طبعا اللي قبل دي كان فيها مشاكل. ده جديد؟ الله أعلم بالجديد. طب هي عندك ديت كده؟ وريني كده عشان أقول لك بقى فيها حاجة. فين هي؟ فين يا ابني؟ ايه انت متعب يا مولانا؟ قبل ولو رعفة فين يا ابني؟ ولو رعفة انا قبل يا سلام يا سلام، حافظ كتب المساء. أنا عارف بيشوف من قدامه. حلو حلو، الشيخ يفهم هذا. إيه؟ بيقول لك وله قصر المعادة إن صلاها أولا مقصورة وصلاها ثانيا خلف من يصلي مقصورة أو صلاها إماما. قلت ذلك تفقها ولم أرى من تعرض له وهو ظاهر. شوف لي كده في النهاية في هذا الموطن. والأوجه جواز قصر معاداة صلاها. شوف 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 بقى الشغل بقى. والأوجه صلاها جواز قصر معاداة صلاها أولا مقصورة وفعلها ثانيا إماما أو مأموما بقاصر. ولو لزم الإمام الإتمام بعد إخراج المأموم نفسه لم يجب عليه الإتمام. بس هو ده كلام مين بقى؟ قلت ذلك تفقها. ده الإمام الخطيب الشربيني. ما ذكرش إن ذلك تفقه من الخطيب الشربيني ولا أي حاجة؟ في التعليق المعتمد. إيه؟ فين المعتمد؟ المعتمد؟ قال ايه؟ معتمد. انت كلامك انت اقنع يا مولانا والله من كله بس. لا احنا بنفكر بس، ما هي القضايا كلها تفكير. يعني هو طب شوف كده في الحاشيه. وانما اعتبر في الاولى كونها مقصوره لان الاعاده فعل الشيء ثانيا بصفته الاولى. هات بقى شوف بقى الكلام بقى. يعني هو لماذا كان لما قصر الأولى يقصر الثانية إذا يعني كان منفردا أو كان خلف إمام يقصر؟ قال لأن المعادة كوبي بيست من الأولى. يعني إيه؟ أنت ما بتعملش ملف جديد، أنت بتاخد صورة من الملف القديم، ولذلك بيسموها إيه؟ معادة. يعني مثلها مثل الأولى، فإذا قصرت الأولى أقصر الثانية.
لم أقصر الأولى لا تقصر الثانية، لأن الإعادة معناها إيه؟ تصوير. ها كمل. لا يقال على هذا لا تجوز إعادتها تامة، لأننا نقول لما كان على هذا اللي هو إيه؟ إنه لو هو قصرها ليس له أن يتمها. مش أنت بتقول كده بقى هي تحاكي الأولى؟ قال له لا، بس مش من كل وجه، المحاكاه ليست من ايه؟ من كل وجه، انما جاز اتمامها لان الاتمام هو الاصل. ها لان نقول لما كان التمام هو الاصل ولا يتوقف وجوده اهو يا ابني، انا ما قريتهاش بصراحه. يلا يمتنع لانه رجوع للاصل. بس يا سلام، اكل اكل بيفكر. طيب بعد كده قال لك ايه بقى؟ قال ايه؟ في المتن، في المتن انما تقصر رباعية قول المحلي من الخمس. ثم قال قليوبي قوله. طب ولعلمك بقى دي دقة في التعامل مع الكتاب، لان هو اللي بيذكر لك ايه؟ بيذكر لك الاصل وبيذكر لك الحاشيه اللي على الاصل. احسنت يا مولانا. ثم قال القلوبي قوله من الخمس ولو بحسب الاصل فشمل صلاه الصبي وصلاه فاكر الطهورين فله القصر كغيره، وشمل المعاده وجوبا لغير افساد وان كان اتم اصلها. بص بص الكلام الجميل ده بيقول لك ايه؟ لغير افساد. خلي بالك، يبقى انا بيتكلم على الاعاده، انه اذا صلى في صلاها ثم بعد ذلك وجد جماعه واراد ان يصليها ثانيا، دي الاعاده المسنونه، لكن الثانيه في اعاده عن فساد. يا سلام، شوف كتاب، كتب كتب كده محتاجه ان انت ايه؟ تقراها على مستوى الشكله مش الحرف كمان. ده نظام جديد يعني، عبارة جديدة. وشمل المعادة ندبا لكن إن قصر أصلها. أيوة، وشمل المعادة إيه؟ لأن خلي بالك هو اعتبرها من الخمس. هو اعتبرها منين؟ من الخمس. وكأنه على أحد الاحتمالات، وهي إنها أيضا ينوي فيها الفريضة ويتعامل على أنها فريضة، وانه يحتسب الله ما شاء منهما. ماشي، كلام حلو، كلام حلو محترم، كاحترامك يا ولدي. يلا هيكمل وانا معاك، انا بحب الدرس اللي نفضل نقرا فيه سطرين ونقعد نحوم حول هذين السطرين حتى نفهم فهما دقيقا ونؤصل المنهج العلمي. اما اللي هو قراءه السلق والتيكاوي فهي قراءة فاشلة، لأنها لا تنبت زرعا ولا يعني تسعف ظمآن، ولا مسؤول عن هذا. يلا، وده رأي، ولا إكراه في الرأي. قول يا مولانا. وشمل المعادة ندبا لكن إن قصر أصلها كما اعتمده شيخنا وإلا لم يجد قصرها. الله، بص، إن قصر إيه؟ أصلها، لا تبعها. يا سلام، شوف من الكلام ده تفهم كيف كانوا يفكرون. ده كلام والله يكتب بماء الذهب، هذا كلام عظيم جدا. طب يلا، أنت عايز تقول يا مولانا؟ أحسنت يا أبرار، بارك الله فيك وجعلك من الأخيار. لماذا عندما احتسبت الصلاة اشتغلت ذمته بالإتمام؟ لأنه التزموا. لأنه، شوف العلة هنا إيه، بص المحل امشي معاه واحدة واحدة. لأنه التزم، انه اللي هو ايه؟ المقتدي، لانه احنا بنتكلم على المقتدي. التزم، انا التزمت الاتمام. التزمته كيف؟ اني انا نويت، اني انا
تلبست بسببه، لأن له أسباب كثيرة، لأنه التزم الإتمام بالاقتداء لأنه كان مقتدي، وفي هذا الاقتداء لزمه الإتمام فالتزمه. صح، ما هو الفاسد لم يرتفع من كل وجه، وإنما له آثار، هو أنني قد التزمت الإتمام فلزمني. كلام جميل. أين الدليل من الكتاب والسنة؟ إحنا ما عندناش العقلية الوهابية التي تفسد المناخ والبنية العلمية، إنما لدينا قواعد، هذه القواعد ثبتت بأدلة معتبرة. بل حضرتك إحنا بنقول لأنه التزم الإتمام. كيف؟ المحل بيقول لك إيه؟ بسبب الاقتداء. أنت مش اقتديت؟ اقتديت بمتم، لازمك الإتمام. فصار يعني لازما في ذمتك، فإذا أردت أن تأتي بالصلاة تعود ويعود الوصف الذي التزمته. ليه كده؟ قال ما هو هو الأصل، والخروج من الأصل إنما يكون بضوابط، لأن ده مستثنى، والاستثناء على خلاف الأصل. قال في شرح المهذب، مين اللي قال في شرح المهذب؟ سيدنا الإمام النووي في كتابه المسمى بالمجموع شرح المهذب. ولو أحرم منفردا، الله، شوف كده إيه، قال الله أكبر ولم ينوي القصر، ما نواش القصر بس أحرم منفرد وقال الله أكبر وصلى ولم ينوي القصر، ثم فسدت صلاته. خلي بالك انه لما احرم منفردا ولم ينوي القصر لزمه الاتمام لانه الاصل، فاذا فسدت صلاته اعادها تامه. ليه؟ لانه لزمه الاتمام، لزمه الاتمام ازاي؟ بالاصل، لانه عندما قصر فلم ينوي عاد إلى الأصل وهو الإتمام، فلزمه الإتمام، أي لزم ذمته الإتمام. فإذا جاء وأراد أن يعني يعيد الصلاة عن فساد عادت الصلاة إليه مع وصف الإتمام الذي التزمه. وما ذكر اللي هو يبقى يا مولانا اللي هو الفساد، فساد صلاته أو فساد صلاة إمامه أو بينونة الإمام محدث، هذه الأمور لا تدفع، لا تدفع إيه؟ لا تدفع الإتمام، لا تدفع وجوب الإتمام. ليه؟ لأنه التزم هذا. طيب قال ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فنوى القصر الذي هو الظاهر من حال المسافر أن ينويه فبان مقيما أتم لتقصيره في ظنه، شعار الإقامة ظاهر. صورة المسألة أنه دخل المسجد فوجد شخصا ظنه مسافر فنوى القصر، ما الذي جعله ينوي القصر؟ الاعتماده على الظاهر من حال المسافر، حال المسافر إنه هو بيترخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، فالظاهر من حال المسافر إنه بيقصر، فاعتمد على ذلك ونوى القصر فبان مقيما. عرف ازاي؟ لقى نفسه بعد الركعة الثانية قام
إلى الثالث فعرف أنه مقيم، يعني متم، أتم، يعني أتم إتماما واجبا. طب هو له القصر، أيوة، بس هو صلى خلف متم لتقصيره اللي هو مين؟ المأموم، لأنه مقصر في ظن. ليه؟ الإشعار الإقامة ظاهر، ما هو سوى المقيم ظاهر والمسافر ظاهر، شعار الإقامة ظاهر وشعار المسافر ظاهر، فأنت مقصر لأنك ينبغي في هذه الحالة أن تتحرى في من تصلي خلفه وتتأكد من حاله، فأنت مقصر، وحينئذ عليك بالإتمام عملا بأنك صليت خلف متم. من ناوي القصر يلغى القصر في هذه الحالة وتلزم بالإتمام. واضحة ولا حد عايز يسأل؟ علامة الإقامة ظاهرة وعلامة السفر ظاهر، هذه علة أغلبية. خليني أقول أنا في حاجة تانية أنا فاهمها، افرض إنه هو يعني الشخص ده مسافر لكنه متم، ما أنا هتم أنا كمان، فده تعليل أغلبي يعني. أو اقتدى ناويا للقصر بمن جهل سفره، بمن جهل سفره أي شك في أنه مسافر أو مقيم، أو لم يدر شيئا أتم، وإن بان مسافرا قاصرا لتقصيره في ذلك لظهور شعار المسافر والمقيم والأصل الإتمام. إيه بقى صورة المسألة دي يا مشايخ؟ بسيطة. اقتدى، أنا دخلت وراء أخونا زيد وأنا مسافر ونويت القصر، لكن أنا جاهل، هل يا ترى زيد ده مقيم ولا مسافر؟ ناوي القصر أو مش ناوي القصر؟ ترددت في أنه مسافر أو مقيم، أو أنا معرفش حاجة، أبيض، أتم يعني أتم إتماما لازما. افرض إنه هو طلع مسافر، قال له هتم. ليه؟ لأنك وإنت في بداية الصلاة لست جازما بنية القصر لتقصيره، وإنت مقصر ينبغي عليك أن تتأكد ممن تصلي خلفه، لأن المقيم علامته ظاهرة والمسافر علامته ظاهرة، ما انت عارف انت بتصلي كل يوم في المسجد ده، وعارف من اللي بيجي ومن اللي بيصلي ومن اللي بيروح ومن اللي بيعمل ومن اللي بيسوي، فانت مطلع على هذا، فكونك ان انت تصلي بهذه الطريقة وتتسرع يبقى انت مقصر لانك لم تتحر. طب ارجع للاتمام ليه؟ قال له ترجع للاتمام لان الاتمام هو الاصل، ولا ينصرف عن الاصل ولا يصرف عن الأصل إلا بسبب قوي لا تردد فيه بل لابد فيه من الجزم. يقول لك أو اقتدى ناويا للقصر، أو ناوى القصر، أدي أول حاجة، لكنه الإمام هو جاهل سفره، هل هو مسافر أم مقيم؟ يعني شاك متردد في سفره أو إقامته، أو لم يدري شيئا، أنا ما أعرفش هو مسافر أو مقيم، أنا أبيض، هناك أنا متردد، بحتمل أنه مسافر لكذا وكذا، واحتمل أنه مقيم لكذا وكذا، التالتة أنا لم أدري شيئا، أتم حتى وإن بان مسافرا قاصرا،
جه بعد ركعتين وقال السلام عليكم السلام عليكم، أتموا صلاتكم فإن قوم على سفر. يبقى هو هيتم ليه؟ قال لأنه مقصر، كان ينبغي عليك تنظر فيه. ومن علامته بيبقى شاحب الوجه، حاطط أمتعته جنبه، واخد بالك؟ وهكذا. وقيل يجوز له القصر فيما إذا بان كما ذكره، لو بان مسافر قاصر له أن يقصر. ليه؟ لو المأموم نوى القصر. ما هو نوى القصر. رقم اثنين الإمام، مسافر قاصر، يساوي جواز القصر. طيب عندكم في المغني الإباء قول لي كده في النهاية إيه؟ قيل بدليل ان هو كمان ما قالش الاصح والصحيح، لا ده كمان اضعف من مقابل الصحيح. هات لي كده عندك يا زيد النهايه، نهايه المحتاج مش نهايه المطلق، ولا النهايه لولي الدين البصير. لا لا نو أو بمن جهل سفره أتم لتقصيره. ده متن المنهاج يا شيخ زيد بارك الله فيك وطيب الله فيك. وإن بان مسافرا قاصرا لظهور شعار المسافر غاضبا فالأصل الإتمام. الله، شوف 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 الدقة، عجبني قوي العبارة دي. يقول لك غالبا. طب تعالى في عصرنا لا في شعار مسافر ولا شعار مقيم ولا اي حاجه. شعار المسافر قديما في يعني حالتهم الاجتماعيه بيبقى متميز، المسافر عن المقيم والمقيم عن المسافر، واخد بال حضرتك؟ زي معين بجواره الشنط، معروف في المكان ان هذا رجل جديد وسكن هنا يومين ثلاثة لأنه مسافر، بتبقى العملية واضحة. أما الآن مع كثرة الناس واتساع البنيان وانصراف كل إنسان إلى حاله، أرى أن هذه العلة غير موجودة الآن مطلقا، مش موجودة عندنا. ممكن صح، ممكن ممكن، لكن افرض بقى في عمق المدينة. صعب صعب، بتكلم على واقع اجتماعي كان ضيق، اما الان اتسع جدا جدا. تعرف القطر المصري احنا بالظبط كده حوالي دلوقتي 105 مليون. الله اكبر. ممكن انت يعني بالجار يبقى بجوارك ويموت وانت ما تعرفش. يعني انا كان رجل منذ اسبوعين معي في السكن، جار لي رجل مصلي واعرفه، لاننا في عمارة يعني فيها حوالي 90 شقة، فاعرف مين ولا مين، صعب اذاكر الناس دي وعقلي يحفظه. الرجل يسلم علي وكيف حالك، وكان يظن انني اعمل بأحد الوزارات، فخرج إن أنا قلت له أنا مش شغال في الوزارة اللي منها الوطاة، ده أنا في مكان تاني الحمد لله. المهم بعد ذلك وأنا راجع من خميس من الدرس، الخميس الماضي اللي قبله، وجدت أسوانا كبيرة، أسوانا عندنا يعني في عزاء، فماذا؟ فطلعت فسألت، قالوا لي هذا الرجل توفي، هو كان معي في المصعد بلك، وتكلمنا دقائق رحمه الله. ولكن عايز اقول انه احنا في واقع مجتمعي صعب شوي، انشغلنا يعني انا منشغل ب 24 ساعه ولا ادري
من الذي يذهب ومن الذي يجيء ومن الذي يولد ومن الذي يموت؟ أنا منشغل بالعلم، ما عنديش دماغ لغير العلم، واخد بالك؟ فنحن في واقع اجتماعي مختلف عن واقعهم الاجتماعي. زمان المسألة كانت معروفة مغلقة، مين اللي جاي، مين اللي بيصلي، والناس كانت بتداوم على الصلاة في المسجد، كانوا عارفين من الإمام، كانوا عارفين الواقع الاجتماعي، كان مين اللي دخل هذه البقعة ومن الذي خرج منها ومن الذي جاء مسافرا ومن الذي. دلوقتي مسألة صعبت صعوبة شديدة. أنا في عمارتي ما يربو على 500 نفس. خمس إيه؟ 500 نفس، ده أقل حاجة أعرف مين ولا مين، ومين اللي سافر ومين اللي جه ومين اللي مات ومين اللي راح. الواقع مختلف. فلذلك الإمام الرملي بيقول لك إيه؟ غالبا ده بيتكلم على واقعهم، أما واقعنا لا، ما حدش يعرف حد من مين دول. تمام كده؟ ها آه. من جاء إلى سفره بأن تردد فيه أو لم يعلم من حاله شيئا أتم أو لم يدري شيئا، يعني ما أعرفش هو ده مسافر ولا مقيم، أنا ما أعرفش. لكن هناك لا، تردد بين سفره وإقامته. الثانية لا يعرف عن حاله شيئا، مش متردد أصلا. أتم كمل. أتم لزوما وإن بان مسافرا قاصرا بظهور شعار المسافر غالبا، والأصل الإتمام. بس ما هو الإتمام يرجع إليه عند عدم معرفة الصارف عنه. الصارف عنه إن الإمام ده يكون قاصر وأنا ما أعرفش. حلوه دي، يبقى دي العله كده. وقيل ما عندكش، ما ذكرش القيل. المغني تلاقي ذكر القيل. ايه؟ كوبي بيست. بارك الله فيك. كوبي بيست من محلي. لذيذ والله.